بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. تلاميذ السنة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم درس العادات والتقاليد في وطني، درس التربية المدنية. أقرأ وألاحظ. بمناسبة حلول موسم الربيع، شاركت سارة أمها في تنظيف المنزل وتزيينه وإعداد الرفيس والمبرجة، ثم رافقت أفراد العائلة إلى الحقول الخضراء الجميلة. تفاجأت بكثير من العائلات هناك، فسألت أباها مستغربة: لما يحتفل الناس بموسم الربيع يا أبي؟ أفهم، ما هي المناسبة التي تستعد لها العائلة؟ عائلة سارة: إذن المناسبة هي حلول التي المناسبة التي تستعد لها عائلة سارة هي حلول فصل الربيع أو موسم الربيع. لماذا يكون الاحتفال في الحقول الخضراء في رأيك؟ لأنه الموسم الذي تخضر فيه الحقول وتخرج فيه النباتات، وربما تستعيد فيه النباتات حلتها الخضراء. استعين بالوثيقة 1 لربط ما جاء فيها بالصور أدناه. الوثيقة 1: يتلاقى أفراد العائلات بملابسهم التقليدية في المروج حاملين قفافا مملوءة بالمبرجة والرفيس والقرصات والتمر والحلويات، والأطفال يقومون بدحرجة القرصات عبر المروج الخضراء في جو بهيج إلى غاية غروب الشمس لتوديع الشتاء واستقبال الربيع. ملاحظة، يعني عيد الربيع أنا في منطقتي ربما لا أعرفه ولم أسمع به كثيرا، قد ألقى ربما انتقاد، لكن أنا أعرف بأن عيد الربيع يعني ربما عند الشيعة يسموه عيد النيروز، ونحن كجزائريين وكمسلمين كسنة لا نحتفل بهذه الأعياد، هي ليست من ديننا في شيء. الله يهدي هذا اللي وضعوا هذا البرامج، نسأل الله السلامة للبلاد والعباد. إذن عدنا، هذه الوثيقة 1، الوثيقة هذه هي الصور، ربما هذه هي المبرجة. نحن هنا في منطقتنا يسمى بالمقروض، أو لا أدري، أنا لا أعرف، ربما هذه هي المبرجة. ثانيا هذه هي القفاف، هذه القفاف المصنوعة من الدوم، من مادة من الدوم، هو نبات الدوم. ثلاثة، نحن في منطقتنا هنا نسموه الكعبوش، وفي منطقة أخرى لا أعرف كيف يسمونه، ربما يعني الرفيس ليس هذا هو، مش عارف أنا، ربما الرفيس احنا نصنعه، ولكن إذا كانوا يقومون بتكويره ليعيدوه إلى هكذا كويرات أو لا أدري. أربعة، هذا ربما نعرفه هو الكسكسي أو الشخشوخ. الشخشوخ هذه الملابس التقليدية، ربما هذه الشدات المسانية. هنا هذا احنا نسموه فطير في منطقتنا، وهنا هذه هي المروج الخضراء، هذه هي المروج الخضراء. استعن إلى صف لنا الاحتفال بهذه المناسبة في منطقتكم. نحن لا نحتفل بهذه المناسبة، نفرح بالربيع حقيقة، لكن لا نحتفل بعيد مثل هذا. كيف جاءت فكرة الاحتفال ب هذه المناسبة، ولماذا بقيت إلى اليوم؟ إذن هنا في النص مذكرين كيف جاءت الاحتفال أو فكرة الاحتفال بهذه المناسبة. ربما هي منذ الأجداد يحتفلون به. أتعلم. العادات والتقاليد الوطنية هي مجموع السلوكات الثقافية التي تخص مجتمعنا، ترثها الأجيال عن الأجداد. إذن العادات والتقاليد هي التي تخص مجتمعنا، من أين جئنا بها، ورثناها جيلا عن جيل، وجدا عن جد، وأبا عن أب، حتى وصلت إلينا ولازلنا نحافظ عليها. من بين هذه العادات والتقاليد، ربما احنا عدنا الملابس التقليدية يعني مثل الحايك، مثل العدة، عدنا التويزة، عدنا هذه هي العادات والتقاليد يعني التي تشتهر بها الجزائر، هي الكرم، هي
عدة أشياء يعني حميدة وصفات حميدة توارثناها جيلا عن جيل، وليست عيد الربيع كما ذكر في هذا النص أو في هذا الدرس. أنجزوا، أنقلوا على كراسي، ثم أنسبوا العادات والتقاليد إلى المنطقة التي تنتمي إليها. عدنا المناطق: منطقة القبائل، منطقة العاصمة، منطقة الغرب الجزائري، منطقة الشرق الجزائري، منطقة الشاوية، منطقة الصحراء. موكب العروس، المحفل. أين يشتهر هذا موكب العروس المحفل؟ في الصحراء الجزائرية، منطقة الصحراء. نكتبها هنا منطقة الصحراء، ها الصحراء، المحفل هذا تاع العروس في الصحراء الجزائري، إذا لم أكن مخطئا. أنا في اعتقادي بأن موكب العروس، أو كما أعلم كما أعرف بأن موكب العروس في الصحراء أو في الصحراء الجزائرية. إذن غناء المداحات هو في الغرب الجزائري، الغرب الجزائري، الغرب الجزائري هو غناء المداحات. لباس الحايك، لباس الحايك تقريبا يعرف في كل الجزائر واشتهر في منطقة الشرق أو في كل الجزائر، يعني لباس الحايك أنا أرى في كل الجزائر. الملحفة والبرنوس ربما هو من التي اشتهر بها منطقة الشاوية. غناء المالوف، الشرق الجزائري، غناء المالوف هو في لباس الحايك، اشتهر في كل الجزائر وتختص به نساء منطقة العاصمة، لكن يعني في كل الجزائر كان موجود هذا اللباس، لباس الحايك، كل نساء الجزائر كنا يرتدين لباس الحايك. الملحفة والبرنوس، الملحفة والبرنوس إذن منطقة الشاوية، منطقة الشاوية، ثم اشتهرت في كل الجزائر، يعني البرنوس كل جزائريين يرتدون البرنوس. غناء المالوف، الشرق الجزائري، عفوا الشرق الجزائري، وأخيرا الجبة والفوطة هي منطقة القبائل، منطقة القبائل. عندنا من عاداتنا الأصيلة إذن التويزة، يتعاون الجيران في الوزيعة هنايا. جني الزيتون، يتعاونوا على جني الزيتون، الوزيعة يجمعوا مساعدات ويوزعوها على الفقراء والمحتاجين. كذلك هنا التويزة في موسم الحصاد، يعني يتعاونوا الفلاحين للمناطق التي ربما يصعب على الآلات أن تقوم ب العمل فيها، وربما إذا كان المنتوج يعني أحيانا يكون الزرع هذا مش طويل بزاف، يكون قصير، يتعاونوا عليه لحصده باستعمال الأدوات التقليدية وهي المنجل.